الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: ما الحكم إذا قرأت أي سورة من القرآن بعدد معين بقصد الشفاء؟ هل في هذا محظور شرعي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والصفة والمقدار والمكان، فمن قيد عبادة معينة بمقدار يعتقد فضيلة قولها بهذا المقدار دون غيره مما زاد أو نقص فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقدير، لأن الأصل في العبادة عدم التقدير. وبناء على ذلك فالرقية الشرعية نوع عبادة، فمن قيد قراءة آيات الرقية بعدد معين يعتقد فضيلة قراءتها بهذا العدد المخصوص، بمعنى أنه لا يعتقد ثبوت أثرها بما قل عن هذا العدد، فإنه مطالب بهذا التقدير. فحينئذ إذا اعتقد الإنسان في شيء من سور الرقية أو آياتها كقراءة الفاتحة وأوائل سورة البقرة وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، فمن قيد قراءتها بعدد معين يعتقد فضيلة قولها أو أن أثرها لا يترتب إلا إذا وصل الإنسان بقراءتها لهذا المقدار، فحينئذ هذا التقدير يفتقر إلى دليل، لأنه يتعلق به اعتقاد، وكل تقدير يتعلق به اعتقاد فإنه لا بد أن يأتي الإنسان عليه بدليل يدل على صحته، ولا أعلم دليلا يدل على تقدير القراءة في آيات الرقية بعدد معين، وإنما يقرأ الإنسان ويكرر بعض السور والآيات على حسب طاقته وجهده وعلى ما يراه مجتهدا وعلى ما يرى أثره اجتهادا، من غير تقدير بعدد معين، لا 40 كما يقوله بعضهم ولا 100 كما يقوله البعض الآخر. فإذا منعنا هذا الشيء فنحن لا نمنعه باعتبار كونه رقية، فإن الرقية باعتبار أصلها وذاتها مشروعة، ولكننا نمنعها باعتبار كون التقدير لا دليل عليه، فنحن نمنع الوصف لا نمنع الأصل، فلا بد من إثبات دليل يدل على هذا الوصف وهو التقدير، ودليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج إلى دليل خاص، والله أعلم.